هذا الشيخ، هاي المعلومة، ما أقول المعلومة. بسم الله بسم الله. هذا مشهود، هاي المعلومة. هذا المناطلين الأخرين واقفين معاهم. ها دخول التوزيلة أنا كنت واقفين دوك بنتين وقلع مرة 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 خيرت بعد اللي والغد الله يطرح صراحة نطلب شوي كان خيرت بعد اللي المناظرين اللي حقا لنزني ولنكل حتى نسقط هذا النظام ونعيد للشيوخ إن شاء الله مكانتهم في هذا الوطن. عزتهم ومكانتهم. عزتهم موجودة لا شيء يمسها، لكن سنعيدهم إلى مكانهم إن شاء الله. باقون في مكانهم في قلوب الشعب. هي الشرعية هي ترجع إلى يرجعوا ما رجعت الشرعية. لا شك هم باقون في قلوب الشعب الموريتاني طالما هم متمسكين بمبادئهم السليمة. ولا تخشى عليهم. تخشى عليهم لا الناس اللي ما يفهمها. الناس